أكد عليكم يا ذريري، إذا فعلتم هذه الخيارات هتولي تضربوا غير الأحمر فقط، وتلقى واحدة صفراء ما عاش تضربوها هتولي تضرب غير الأحمر فقط. تابع الفيديو من الأول لآخر مسكيبي حتى لقطة حتى تفهم كلش. ماشي الدراري، كايدين بخير، معاكم الرولاكس في قناة الرولاكس فيو. المهم الفيديو اليوم جبت لكم اقوى اعدادات فري فاير مع اقوى خيارات، واذا فعلتهم حرفيا هتولي تضرب غير الاحمر فقط، وقد تكون هذه الخيارات سر من اسرار الهيت شوت. قبل ما نبدا هذا الفيديو كي اتمنى تحطوا لايك واشتراك، بغيت اشكركم على الدعم ديالكم غير ازيد اطول عليكم. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. نخليكم على الفيديو، نخليكم على واحد لقطات الهيت شوت. وهنا رجعنا معكم يا ذراري، هذه هي الاعدادات كما تشوف، الاولى 137، الثانية 153، واللي بعدها 161، واللي بعدها 146، واللي بعدها 115، واخر واحدة 180. سر الهيت شوت في هذه الاعدادات كما تشوف في الشاشة، اعمل نفس الاعدادات دي وراح تحسن كتير في لعبك. وزر اطلاق النار 47، ولو انت هاتفك صغير اعمل 40، ولو انت هاتفك كبير اعمل 61، وراح تشوف فرق كبير في رفع الايه، وهتولي تضرب كلش احمر يا صح. حاول انك تحط زر الضرب في الوسط، يعني ماهوش الفوق وماهوش تحت. وباغي اقول لكم حاجه، هذه هي قناتي الوحيده اللي ننزل فيها، وفي واحد يسرق لي فيديوهات وينزلها عنده. هذه قناتي على انستغرام، اللي بده يتواصل معي او بده اعدادات الهاتف نتاعها، اتمنى كل واحد شاهد هذا الفيديو يجينا الانستغرام يعملنا فول. وهذه قناتي الجديده في التيك توك.